أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأن دين الإسلام انتشر في ربوع الأرض على مر العصور بالدعوة الحسنة والكلمة الطيبة وإقامة العلاقات الودية بين المسلمين وغيرهم التي أسهمت فيها الهجرات المنتظمة والتبادل التجاري من داخل الجزيرة العربية إلى أنحاء الكرة الأرضية. جاء ذلك خلال كلمة معاليه أثناء مشاركته في مؤتمر القمة الاقتصادية الدولية 13 روسيا العالم الإسلامي قمة غازان الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل غولغا بلغاريا. وقد استهل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد كلمته بنقل تحيات وتهاني جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجميع بهذا الاحتفال المبارك وما يعبر عنه من ذكرى عزيزة. وأشار في كلمته أن من يقرأ التاريخ يجد أن مملكة البحرين دخلت الإسلام طوعا وتصديقا وإيمانا برسالة بعثها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين في العالم الثامن في العام الثامن الهجري الموافق 630 ميلادية. وفي جانب آخر من كلمته بشأن حقيقة الإسلام ومبادئه قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بأن الحقائق التاريخية عن الإسلام تستحضر في النفوس القيم السامحة والنبيلة لديننا الحنيف. وأضاف معاليه أن جميع الدول اليوم فيها مسلمين وأن من يزور روسيا اليوم يقف باعتزاز وإعجاب بانتشار الإسلام فيها منوها معاليه بالدور الحضاري الذي يطلع به المسلمون في بناء بلادهم. وأن من يزور روسيا اليوم لا يقف باعتزاز وإعجاب انتشار الإسلام فيها وللدور الحضاري الذي يطلع به المسلمون في بناء بلادهم. ولقد لعبت البلغار الذي كانت لها دولة قوية في حوض نهر الفولقو في القرنين العاشر والثالث عشر الميلادي دورا مهما في تاريخ العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي. وفي الختام نجدد لكم جميعا التهاني بهذه المناسبة الطيبة ضارعين إلى الله تعالى أن يديم على الجميع نعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.